الجيش الإسرائيلي اليوم أعلن بأنه سيطر على محور فيلادلفيا بالكامل، بالتالي تم عزل جمهورية مصر العربية عن غزة، وقالوا بأنهم سيطروا على 20 نفقة مرتبطة بين مدينة رفح وكذلك جمهورية مصر العربية وتحديدا سيناء. برأيك كيف سيغير هذا من وضع المعركة في داخل رفح؟ لا أعتقد بأنه على وجه الخصوص سيغير من المعركة داخل رفح، وإنما ما سيأتي به هو أنه سيوقف فرصة حماس من أجل أن تستخدم هذه الأنفاق إما لجلب معدات إلى الداخل أو لإخراج مقاتليها، وهذا ما يحاول الإسرائيليون القيام به بأن تضبط هذا الممر فوق الأرض، فأنت يمكن أن تمنع التوغل أو الهروب للمواد والدعم لحماس داخل غزة داخل رفح أعني، ولكن تحت الأرض كذلك الأنفاق تحت الأرض منذ أعوام تستخدم لجلب المعدات إلى داخل غزة، وكذلك هو ملاذ للفرار. ولكن أعتقد بأنه من المهم أن ندرك بأنه رغم أن الشارع المصري والقيادة المصرية نوعا ما في مصر هي إلى حد كبير تدعم ما يجري داخل غزة، ولكنهم يرغبون في أن يبقى هذا الصراع محصورا في غزة، لا يرغبون في أن يروه وهو يمتد إلى مصر عبر سيناء.